مجال المتحولات، المتحولات التي تقوم بالتصريح عنها ضمن التابع تبقى محلية ضمن هذا التابع، بمعنى آخر أنها لن تكون متاحة خارج هذا التابع أو ضمن توابع أخرى. في المشاريع الصغيرة لن تتعرض لإخطاء عند التصريح عن متحولين بنفس الاسم وضمن تابعين مختلفين. سنقوم الآن بالتصريح عن تابع وليكن اسمه تيست، وضمن هذا التابع صرح عن المتحول X وأسند له القيمة 5. قم بإنهاء التابع. الآن اطبع قيمة المتحول X وذلك خارج بنية التابع. احفظ الملف بالاسم function5.php وافتحه باستخدام مستكشف الويب. ستجد أن المستكشف لم يقم بطباعة قيمة المتحول X. لاحظ أن هذه العملية لا تسبب خطأ، سوى أنه لن يكون بإمكاننا الوصول إلى قيمة المتحول X من خارج بنية التابع.